ناقش الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد، حيث شدد على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية. وأضاف باتيلي أنه تم الاتفاق على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات، مؤكدا التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، ومؤكدا أيضا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا الصدد.